تأمل بمراحل درب الصليب. المرحلة الأولى من مراحل درب الصليب، يسوع يحكم عليه بالموت. يا يسوع، حكم عليك ظلم وانت بريء. علمنا يا يسوع ما نحكم على حد. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. المرحلة الثانية، يسوع يحمل صليبه. يا يسوع يلي حملت الصليب لخلاص العالم، علمني أحمل همومي وألامي بصبر. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. المرحلة الثالثة، يسوع يقع تحت الصليب للمرة الأولى. يا يسوع الواقع تحت الصليب، قويني حتى ما أقع بالخطية. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. المرحلة الرابعة، يسوع يلتقي أمه الحزينة. يا قلب مريم الحزين، جعلني أحزن على خطيتي. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. المرحلة الخامسة، سمعان القيرواني يعين يسوع على حمل الصليب. اجعلني يا يسوع على مثال القيرواني، عين من حولي وساعد كل إنسان بوقت الضيق. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. المرحلة السادسة، القديسة فيرونيكا تمسح وجه يسوع بمنديل. أعطينا ربي نعمتك لتنطبع صورتك فينا. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. المرحلة السابعة، يسوع يقع تحت الصليب للمرة الثانية. كن سند لإلي يا رب، لأثبت على وصاياك وتعاليمك ومزيح عنا ومخالفة. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. المرحلة الثامنة، يسوع يعزي بنات أورشليم. يا يسوع يلي كنت عم بتعزي بنات أورشليم، شجعني بقدرتك لأحمل الرجا برحمتك إلى كل المتألمين. نسجد لك
أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. المرحلة التاسعة، يسوع يقع تحت الصليب للمرة الثالثة. يا يسوع الواقع تحت الصليب مرة ثالثة، قويني بنعمتك تما ارجع من التوبة للخطية مرة تانية، واجعلني اتواضع بهالأرض لارتفع بقوتك إلى الملكوت السماوي. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. المرحلة العاشرة، يسوع يعرى من ثيابه ويسقى خلا ومرا. يسوع يلي عروك من ثيابك، بسألك وبطلب منك إنك تعريني من كل كبرياء ومن كل أنانية. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. المرحلة الـ11، يسوع يسمر على الصليب. يا يسوع المسمر على الصليب لأجلي، وفقني واعطيني القدرة إني أتسمر للتأمل برحمتك والسجود لعظمة حبك. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. المرحلة الـ12، يسوع يموت على الصليب. يا من أسلم الروح حتى يتمم إرادة الله الآب، جعلني سلم ذاتي إلى رحمتك. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. المرحلة الـ13، يسوع ينزل عن الصليب ويسلم لأمه. يا مريم احتضنت جسد يسوع يلي أنزل عن الصليب، احتضني نفسي وغمريا لما بتجي الساعة. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. المرحلة الـ14، يسوع يدفن في القبر. يا يسوع المدفون في القبر، جعلني ادفن كل شر وخطية من حياتي. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم.